وإن ضاقت سبل العيش الأمل لا تموت. ومن هنا، من هذا البيت المتواضع في الجنوب، كان لوائل هذه البداية من مطبخه الصغير، مستخدما شغفه بالطبخ وسيلة لكسب الرزق إلى جانب دراسته. اسمي وائل رشيد، من جنوب لبنان، عمري 24 سنة. ابتدت عندي فكرة الطبخ من أنا وعمري 10 سنين، يعني كنت أخذها كهواية، كنت راقب ماما كيف تطبخ، وهي هيدا الفكرة عنا إياها وراثي بالعيلة. فبلشت فيها، نحن بس نقعد جمعات مع أصحابنا، مناسبات معينة أعمل طبخ، لقي أنه ردود فعل إيجابية عند الأشخاص. درست العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، وحاليا عم بدرس أدب عربي بالجامعة اللبنانية وبزنس بالأيو سي اي. يعني بالمطلق شهادة واحدة ما عم يقدر الإنسان يلاقي وظيفة، فهلأ صارت صعبة عندي أني أوجد فرص عمل. فقررت أنه من قلب البيت اخلق أنا فرصة عمل مع مطبخ وائل، وائل سكيتشن. قدرت حقق يعني هيدا الشيء البسيط اللي بعدني على البداية فيه، أعمل طلبات، أعمل أوردرات، ولقيت بالبداية يعني الحمد لله في نقطة فعل إيجابية، وبطمح إن شاء الله لبعدين من هيدا المطبخ الصغير أقدر حقق طموحي بيتوسع وائل سكيتشن. اجمالا بالمطلق كل الاكلات، اكلات غربيه، اكلات شرقيه، اكلات قديمه، حلويات، طبخ، كل الاكلات، معجنات. هلا بالمطلق دائما في عندي اشياء جاهزه اللي هي عباره عن مقابلات اللبنانيه، الكباب، الورق عنب، برقات لبنان، كله هذا بيكون جاهز. بس اي طلب دائما انا بقول لهم انه يكون الحجز مسبق قبل مينيمو قبل بيومين ثلاثه. وائل إذن شاب جامعي تحدى الواقع ومشى عكس التيار، خالقا من هوايته مهنة على أمل أن تتوسع خارج حدود المنزل. من قاقعية الجسر، ريم الأمين، حسام جمال، موقع يصور.